السلام عليكم. بداية نتمنى السلامة للجميع، ونتمنى أيضا أن تنتهي هذه الأزمة العالمية بسلام علينا جميعا إن شاء الله. زي ما وعدناكم حسب ترتيب المحاضرات، اليوم المفروض نعطيكم مراجعة سريعة على موضوع الترانسديوسرز. احنا المفروض في السابق أخذنا من خلال المحاضرتين اللي في الأسابيع الماضية، حكينا عن الميكاترونكس بشكل عام، وحكينا عن الأكشويترز بشكل عام وكيفية اختيار هذه الأكشويترز بشكل مختصر. طبعا في عنا لسه كمان مجموعة محاضرات راح تحكي عن السلكشن والسايزنج للترانسديوسرز والأكشويترز، بس أنا بدي أحاول أعطي لمحة سريعة عن الشغلات الأساسية، بعدين نبدأ بموضوع السلكشن. طبعا هذه قائمة بالمواضيع اللي راح نناقشها في موضوع الترانسديوسرز. بدنا نعرف شو الترانسديوسر، وبعدين بدنا نستعرض مجموعة من الحساسات، وطبعا هاي مجموعة لا تضم جميع الحساسات في العالم، ولكن تضم خليني أحكي الأنواع الرئيسية اللي من خلالها بنقيس الإزاحة والسرعة والأحمال والبرشر والحرارة والتدفق للموائع والليفل وبعض الحساسات المختصة بالفيجن. أنا متأكد لو أنتوا بحثتوا في النت راح تلاقوا لسه أنواع أكثر من الأنواع اللي أنا ذكرتها، بس هاي الموست كومن موست كومن موست يوزد من الحساسات، فمش غلط إنه إحنا نستعرضها بشكل سريع خلال 4 ملفات. هذا هو الملف الأول فيهم. ولما يجينا سؤال تصميم لنظام ميكاترونكس، او يجينا سؤال اوريدي نظام موجود، نعرف كيف نتعامل مع هاي الحساسات. طبعا اذا انت مش عارف كيف الحساس بيشتغل، يعني there's no way انك تعرف كيف تتعامل معه وتحط معادلاته وتحط علاقاته. طبعا راح نشرح بشكل عام لاحقا. اذا انت بدك اي معلومات إضافية ممكن ترجع لمصادر أخرى موجودة على النت وفي الكتب الإلكترونية، بكون فيها تفصيلات قد تكون أكثر من ذلك. خلينا نحكي في البداية عن تعريف الترانسديوسر. وأنا في السابق حكيت لكم أنه في اختلاف ما بين أنه إحنا نحكي ترانسديوسر وما بين إحنا نحكي سنسور. هلأ التعريف بحكي لك أنه السنسورز هي عبارة عن الأجهزة اللي من خلالها بنعلم أنظمة أو نظام التحكم عن شو اللي قاعد بيصير فعليا في المنظومة الموجودة عندنا. يعني الآن أنا الكنترولر عشان يتخذ قرار ويعمل أكشن لازم يعرف إيش قاعد بيصير في المنظومة أو إيش قاعد بيصير في السيستم. الآن لنظام التحكم المصمم لازم يحدد بالضبط إيش هي البارامترز اللي لازم أنا أراقبها. هلا مش بالضرورة أنا أراقب كل شيء حسب نظام التحكم اللي أنا قاعد بصمم خوارزميته. ممكن أنا يلزمني متغير واحد اللي هو المخرج، ممكن يلزمني متغيرين ثلاث، ممكن يلزمني متغيرات كثير. بس طبعا كل ما زادت عدد المتغيرات كلفة النظام بدها ترتفع، لأن بدي أحط حساسات أكثر، وبالمقابل بدي أنا أعمل بروسيسنج لهاي الداتا اللي بتوصلني على الكنترولر بشكل يعني قد يستغرق وقت، راح ياخذ جهد من الكنترولر، لازم يكون الكنترولر بمواصفات معينة يكون باورفول. بالإضافة إلى ذلك شوف الإشارات اللي قاعد أنا باخذها من الحساسات، في شغلات بتكون جاهزة تخش على الكنترولر، في شغلات لازم أعملها معالجة كونديشنينج كونفرجن فلتريشن أشيل النويز whatever البروسيسز اللي أنا بدي أسويها للإشارات اللي جاي من هذه الحساسات، وأي انترفيس أو هاردوير أنا بدي أحطه مع هاي الحساسات. فعلى سبيل المثال هون بحكي لك انه ممكن انا استخدم اشارات تغذية راجعة للازاحة للحرارة للضغط، وبعدين انا بحدد شو هي الحساسات او الداتا انترفيس اللي انا بدي استخدمه على اساس اخلي الكنترولر يشتغل. طبعا الخوارزميات اللي بدي احطها في الكنترولر بدها تكون even more complicated لما اتعامل مع اكثر من اشارة. طبعا اختيار نوع الحساس راح يكون مبني على متطلبات النظام وعلى التكلفة وعلى الموثوقية.
طبعا لما احكي نوع الحساس، انا لما اجي اقول حساس حراره، ما في انواع كثيره من حساسات الحراره. بدي احكي انا حساس ازاحه، في انواع كثيره من حساسات الازاحه، في الغالي، في الرخيص، في السبيسيفيكيشنز تبعته تختلف، الرينج اكبر رينج صغير، سرعه الاستجابه، في شغلات كثير يعني ضمن السبيسيفيكيشنز. انا بختار الحساس بالمواصفات المطلوبه بناء على متطلبات النظام. شو النظام عندي؟ هل هو نظام انا بدي اقيس حراره ضمن منظومه حراريه، ولا بدي اقيس حراره ضمن منظومه ميكانيكيه مثلا على سبيل المثال؟ فبيختلف هون الوضع. طبعا معظم الحساسات بتشتغل، كيف بتشتغل الحساس؟ لسه احنا ما حكينا على الترانزوسر شو هو، بنحكي احنا على اللي هي اجهزه الاستشعار، اللي هو الحساس، اللي هو الاليمنت نفسه اللي قاعد بيستشعر المتغير. فهو فعليا شو بيسوي؟ بحول لي بعض المتغيرات الفيزيائيه زي حركه، حراره، سرعه، تدفق، بحولها لإيش؟ بحولها لإشارة كهربائية، لأنه بالنهاية أنا عندي حركة، الحركة مش راح يفهمها الكنترولر إلا إذا أنا عبرت عن هذه الحركة بإشارة كهربائية مناسبة ضمن رينج معين يستقبلها الكنترولر، بحيث إنه يفهم إنه والله العشر فولت تعني إنه والله بيمشي بسرعة 1 متر بالثانية على سبيل المثال. فلازم يكون في عندي علاقة واضحة ما بين المتغير الفيزيائي وما بين الإشارة الكهربائية المكافئة اللي بده يفهمها الكنترولر. طبعا بناء على ذلك ممكن احنا نسمي الحساسات ترانسديوسرز. لاحظ انا بالنقطة السابقة حكيت عن موضوع الكونفيرجن، بعدين انا هون بحكي على الترانسديوسر. اذا الترانسديوسر ليس فقط عنصر استشعار، وانما ياتي معه ايش؟ سيركتس معينه بتعمل لي ممكن كونفرجن، بتعمل لي فلتريشن، بتعمل لي ريجوليشن، بتعمل لي اتنيويشن، بتعمل لي شيء بالاشاره الكهربائيه، ممكن يحول لي المتغير من شكل كهربائي الى اخر. ممكن انا القطعه او الدائره الكهربائيه اخذ منها القراءة الفيزيائية وأحولها لإشارة كهربائية. فلذلك في هاي الحالة بسميه إيش؟ بسميه ترانسديوسر، ترانسديوسرز أو ترانسديوسر، اللي هم عبارة عن، أو اللي هو ترانسديوسر عبارة عن ديفايس بيحول الإنرجي من شكل إلى شكل آخر. هذا هو مفهوم الترانسديوسر، واللي بيختلف عن السنسور. السنسور هو عبارة عن الإليمنت اللي بيقرأ المتغير الفيزيائي فقط، بتضيف عليه شغلات ثانية بصير اسمه ترانسديوسر. طبعا من نوع الحساسات اللي عندنا اللي ممكن من خلالها أقيس الإزاحة، اللي هو الكل فيكم يعني متأكد في شغلات كثير بتعرفوها، اللي هو البوتنشيوميترز والأوبتيكال روتري انكودرز. طبعا هو بالنهاية انكودر، وهو بالنهاية روتري لأنه بركب على الشاف تبع المحول، وبالنهاية اوبتيكال لأنه بيعتمد على الأشعة الضوئية. وفي عندي النوع الثالث اللي هو لينير فاريبل ديفرنشال ترانسفورمر، اختصاره ال في دي تي، هذا راح نيجي نشرح لكم عنه آخر شيء. طبعا البوتنشيوميتر الكل فيكم بيعرف شو البوتنشيوميتر. البوتنشيوميتر عبارة عن مقاومة متغيرة أنا بربطها على شيء متحرك، فهذا الشيء المتحرك سواء كان خطي أو دائري لما يتحرك بغير لي قيمة المقاومة. المقاومة بتكون ضمن دائرة فولتج ديفايدر على سبيل المثال، فبقرأ أنا الجهد اللي طالع من هاي المقاومة وبدخله على الكنترولر بشكل مباشر. بس طبعا لازم يكون الرينج الجهد اللي بده يدخل على الكنترولر لا يتجاوز الحد الأقصى اللي هو المفروض 5 فولت. فبالنهاية البوتنشيوميتر بيعبر لي عن الإزاحة سواء كانت خطية أو كانت زاوية. أوكي طبعا هذا بالنسبة للسلايد هذا اللي قدامنا، اختصار البوتنشيوميتر هو بي او تي بات. في عندي انا هاي صورتين بوضح لك البوتنشيوميتر اذا كان روتري واذا كان لينير حسب الحركة اللي موجودة عندي. اوكي هذا مثال بسيط بوضح كيف انا ممكن اقرأ الازاحة الزاوية باستخدام بوتنشيوميتر. فمبين لك هون انه في عندي انا اقصى قيمة انا ممكن اعملها ازاحة اللي هي 350 درجة، وهاي تكافئ 10 فولت طالعة من
المقاومة، طبعا المقاومة حتكون ضمن دائرة تقسيم الجهد فولتج ديفايدر، هاي العشرة فولت والسورس، فأكيد الماكسيمم فاليو راح تكون 10 فولت. الآن العشرة فولت قد تكون كبيرة على كنترولر، فأنا شو بسوي؟ بغير، بحط بدل العشرة 5 فولت، بحيث لو لفت 350 درجة ما تعطيني أكثر من 5 فولت. الآن إذا حكيت، طبعا هون مقسم لك إياها إنه 175 درجة تكافئ الخمسة فولت على أساس إنه الماكسيم 350 والصفر يقابل صفر. فلو حكيت أنا إنه أنا بدي أعمل إزاحة مقدارها 100 فولت، 100 درجة، أو حسب هذا المثال 82 درجة، فقديش لازم بتكون الجهد؟ فبتعمل نسبة تناسب إنه 350 تقابل 10، 82 درجة قديش تقابل، فبتعمل ضرب تبادل، وبالنهاية راح يطلع 2.34 فولت دي سي. هذا على اعتبار ايش؟ انه انا مطبق 10 فولت. اذا طبقت 5 فولت على الفي سي سي راح تكون نص هاي القيمه، اللي هي راح تكون 1.17 فولت دي سي. فانا لما الكنترولر يصل 1.17 فولت دي سي، بعرف الكنترولر انه والله انا صار عندي ازاحه مقدارها 82 درجه. سؤال بسيط جدا، ويعني لو انت عندك البيسكس في الالكتريكال سيركت، طبعا في بعض الأحيان بلزمني إن أحط وسيط زي الجير على أساس إنه أقدر أعمل القراءة. طبعا المثال اللي مبين أنا عندي هون حاطط جير ريشو 3:1، يعني هذا الكلام إنه إذا أنا عندي الجير المتصل مع البوتنشوميتر لف 3 مرات، معناته الجير المتصل مع شافت الماتور بلف مرة واحدة. فمعطيك المثال إنه كيف الماتور لف 90 درجة، فأنا بقرأها 270 درجة على البوتنشوميتر. طبعا نسبة التحويل هاي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لما أحط العلاقات الرياضية. طبعا نفس العلاقات الرياضية اللي حطيناها إحنا في السلايد السابق، نفس العلاقة الرياضية، بس بتصف إيش إن بدي أدخل موضوع الجير ريشو في المعادلة، وبتوقع الموضوع سهل جدا. طبعا لاحظوا إنه الجير الكبير مربوط مع الماتور والجير الصغير مع البوتنشوميتر. طيب الآن إحنا بنحط بعين الاعتبار إنه البوتنشوميتر ما بقدر يتحرك أكثر من 360 درجة، فعادة حده بيكون 350، 300 درجة، 270، فما بتحرك أكثر من 1 revolution. طيب إذا كان عند الماتور مسموح له يتحرك أكثر من 1 revolution، شو الحل؟ بعمل نفس السيتاب اللي موجود عندنا هون بالصورة، ولكن بقلب، بحط الجير الصغير على الماتور وبحط الجير الكبير على البوتنشوميتر. فبصفي هون الماتور إذا لف 3 دورات عندي البوتنشوميتر بلف دورة واحدة، فأنا بهاي الحالة أستطيع أني أميز قديش الماتور لف بالضبط. طبعا في بعض الحالات قد يلزمنا هذا الكلام، ولكن حالات قليلة جدا، لأنه في الحالات اللي بلف فيها الماتور أكثر من دورة أصلا ما بستخدم بوتنشوميتر، بستخدم شافت انكودر. بس يعني just in case إذا ما كانش متاح بين إيدي غير بوتنشوميتر، بإمكانك تعمل هاي الحركة. والجير ريشو طبعا بتخليها فوق 3, 5, 6, 10 أو whatever اللي بدك إياه. هذا مثال توضيحي بتطلعوا عليه، ما فيش داعي اشرح لكم اياه. فولتج ديفايدر ستريت فورورد، هون بحكي لك كيف انه احنا بندخله على الكنترولر. طبعا هذا اللي شايفينه الادك وال8 بت كنترولر، هذا في حاله انه كان الادك الاي دي سي كوحده خارج الكنترولر، بس فعليا هلا بالناوديز مايكرو كنترولرز كل الادك والداك كله بكون بيلت ان بداخل المايكرو كنترولر، فمش مضطر تعمل هاي الحركه. بنيها زي ما حكينا هون شو مدخل، مدخل 5 فولت على سي سي على اعتبار انه مش مصرح لي ادخل فوق ال 5 فولت على الادك. فيري ستريت فورورد، وبحكي لك هون كل ازاحه زاويه بالدجريز قديش يقابلها بالباينري ستيت. هاي بدك تحطها بعين الاعتبار لما تيجي تكتب البرنامج تبع الكنترولر على اساس تكون امور سهله. على فكره بدون ما يكون عندك تصور واضح شو الاشاره اللي بدها تدخل والرينج تبعها وكل قيمه ماذا تعبر على أرض الواقع من فيزيكال باراميتر، لا يمكن أنك تعمل برنامج بيشتغل بشكل صحيح. طبعا الآن بدك تحط بعين الاعتبار ممكن يكون في عندك نويز، ممكن يكون في عندك نسبة خطأ بالقراءة لما تيجي تحول أدك مثلا. إذا ما كان النمبر أوف بيتس كافي لريزوليوشن اللي عندك، ممكن تعطيك قراءات قد لا تكون دقيقة 100%، فهذه يجب أن كلها أن تأخذ بعين الاعتبار. ممكن لو كان في عندي بالجير باكلاش، باكلاش يعني عندي فضاوي بالجير، ممكن هاي تعمل لك نسبة خطأ فما تعطيكاش قراءات كويسة. فبدك انت التفاصيل الصغيرة هاي تاخدها بعين الاعتبار على اساس انه تقدر تطلع بيرفورمانس يكون مناسب ويكون يعني متوافق مع اداء السيستم اللي انت بتعمل معه. نيجي للنوع الثاني من البوزيشن سنسورز، الاوبتيكال روتري كودر، اللي هو بيحول لي الحركة الزاوية
الحركة الزاوية بحرك ليها لبلصات. البلصات هاي طبعا بمساعدة خليني احكي الضوء، بعمل بلصات، والبلصات هاي كهربائية بدخلها على الكنترولر، والكنترولر بعد هاي البلصات وبعرف والله قديش انا صار في عندي ازاحة، طبعا عن طريق بدون، طبعا هون كاتب لك بدون الحاجة لانالوج ديجيتال كونفرتر، على اعتبار الاشارة اللي داخله اوريدي اشارة ديجيتال، مش مضطر انك تحولها لديجيتال من انالوج فبتستغني عنه. فبتستخدم انبوتس من الانبوتس الموجودين في المايكرو كنترول الذي يكون مش انالوج، لانه اذا كان انالوج انبوت معناته من جوه بكون في انالوج تو ديجيتال كونفرتر، فبتاخذ ديجيتال انبوت وبتريح حالك. هناك نوعين من الاوبتيكال روتري انكودر اللي هو الابسوليوت انكودر والانكريمنتال انكودر. طبعا هاي الرسمه اللي عندنا هون رسمه توضيحيه بس بتبين لك المبدا العام لل الاوبتيكال روتري انكودر. بكون في عندي شافت الماتور مربوط على ديسك مسنن بهذا الشكل، وفي عندي اشعاع ضوئي جاي من مصدر ضوء، وطبعا كل ما يجي السن يقطع الضوء الفوتو سيل بيستشعر انقطاع هذا الضوء، فممكن يعطيني بلس سواء كان بانقطاع الضوء او عدم انقطاع الضوء حسب الدائرة الكهربائية اللي انت قاعد تستخدمها. طبعا النوع اللي قبل شوي شرحناه اللي هو الانكريمنتال، وحرد اشرحه مره تانية، بس خليني احكي انا هون على الابسوليوت. الابسوليوت زي ما احنا شايفين بكون في عندي ديسك مربوط على الشافت، بكون مقسم لمجموعه من السيكتورز، في هذا المثال مقسم ل 16 سيكتور، وبالتالي الريزوليوشن في هاي الحاله بدها تكون 22.5 ديجريز. شو يعني؟ يعني لو انا عندي، طبعا لازم يكون في عندي ضوء لانه بالنهايه اسمه اوبتيكال. فإذا كان أنا مثلا الضوء الأسود ما بيصير فيه انعكاس للضوء، المنطقة البيضاء بيصير فيها انعكاس للضوء. فلنفرض إنه الضوء ضرب في هاي المنطقة، فلاحظ إنه الضوء طول ما هو مضروب أو ضارب في هذا السكشن الأسود من بدايته حتى نهايته ما فيش انعكاس للضوء، وبالتالي أنا في عندي الديسك هذا بيعطيني قراءة. يعني مثلا إذا بلشنا من هون لهون خلال 22.5 ديجريز بيعطيني نفس القراءة. شو يعني؟ يعني لو أنا مثلا عندي في منطقة الصفر هون، في منطقة الصفر نفرض أن أنا عندي هون الزاوية صفر، فأجي الضوء ضرب في المنطقة البيضاء فبده ينعكس. الآن في عند الإزاحة مقدارها زيرو أو زيرو وشوي، خليني أحكي بنعكس الضوء فبيعطيني قراءة. القراءة انه احنا ايش؟ انه احنا ازاحتنا صفر. بيضل يعطيني نفس القراءة لحديث ما يوصل 22.5، لما يتعدى 22.5 بيعطيني قراءة ثانية، انه والله انا يعني كأنه بنط من الصفر ل 22.51 مثلا ديجريز او 22.6، وبيضلوا على هاي الحال لحديث ما يصل لوين؟ لل 45 درجة. فبتلاحظ انه بيعطيني معلومات ديجيتال، بس طبعا الدقة هون ما بتكونش كثير عالية. ليش؟ لأنه أنا عندي 16 سيكتورز. طبعا في عندي أبسوليوت شافت انكودرز بكون مش 16 سيكتورز، بتكون بالمئات، بتكون بالمئات، فالدقة كثير متناهية لأقل من درجة بيعطيك انفورميشن. طبعا شو ميزة الأبسوليوت؟ الأبسوليوت بيعطيك باينري سيجنال، يعني إذا كان أنا عندي في المنطقة هاي فبيعطيني 0000، إذا جيت هون ممكن يعطيني إيش 0001، بعدين يعطيني 0010، فكأني أنا بعمل عد تصاعدي بالباينري نمبرز. فجيد جدا إنه أنا يكون عندي آلية أقرأ فيها الإزاحة الزاوية، وهلا بحكي لكم عن ميزة الأبسوليوت إنكودر بالمقارنة مع الإنكريمنتر. طبعا فور بيتر ريزوليوشن كل ما كان عندي تراكس اكثر. طبعا انا حكيت عن السكشنز، السكشنز اللي هو هي مبين من 0 ل 15. طبعا التراك اللي هي الخطوط الدائريه، طبعا في علاقه ما بين السكتورز والتراكس، ما ينفعش انا احط اي رقم تراك من عندي واحط اي سكتورز من عندي، في علاقه بتربط بيناتهم. فلاحظ انا عندي هون اربع تراكس وفي عندي 16 سكتور، فكيف الحسبه بتكون؟ بدك انت تطلع في علاقة اللي هي 2 للقوة النمبر اوف تراكس، هاي عشان تعطيني نمبر السكشنز. فاثنين مثلا هون 2 للقوة 4،
شو يساوي؟ يساوي 16. إذا لما يكون في عندي 4 تراكس لازم يكون في عندي 16 إيش؟ 16 سيكتورز. فهاي الحسبة مهمة جدا على أساس إنك تعرف توافق ما بين number of tracks والnumber of sectors. طبعا هذا مثال ببين لك إنه كل ما زاد number of sectors بالمعية بده يزيد في number of tracks resolution بدها تزيد. فطبعا هون حاطط لك مثال إنه أنا عندي 1024 اللي هي 10 tracks تعطيني 1024 سيكتور. فلما بقسم بتطلع عندي تقريبا السيكتور الواحد بغطي لي رينج 35% من الدرجة. يعني أنا بقدر أقرأ 0 درجة وبقدر أقرأ 35% من الدرجة وسبعة بالعشرة من الدرجة. ما بقدرش أقرأ مثلا 0.4 degrees أو بقدرش أقرأ 0.5 degrees. فهاي حطوها بعين الاعتبار. طبعا بالنسبة للإنكريمنتال، الإنكريمنتال نفس اللي شرحناه إحنا في الرسمة السابقة، ولكن بنلاحظ هون في عندي اختلاف إنه إشي إشعاع ضوئي آخر بنسميه الريفرنس سنسور. طبعا هذا الهدف منه إنه أنا أعرف الدايركشن، هل أنا كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز. كيف بعرف؟ إني بشوف السيجنال اللي جاية من البوزيشن سنسور والإشارة اللي جاية من الريفرنس سنسور، ففي شيفت بيناتهم، في شيفت بيناتهم، وبناء على هذا الشيفت بقرر اذا كان كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز. يعني اذا مثلا البوزيشن سنسور اعطاني بلس قبل الريفرنس معناته كلوك وايز، او اذا اعطاني الريفرنس سنسور بلس قبل البوزيشن معناته هذا كاونتر كلوك وايز. طبعا الكنترولر بده يعرف هذا الكلام من خلال البرمجيه اللي انت حاططها فيه. طبعا هذا طبعا بشرح لك الكلام اللي انا حكيته بالسلايدات. وهاي هي الرسمة برضو كمان بتوضح لك شغلة الشفت اللي أنا حكيت عنه فيما يتعلق بالكلوك وايز وكاونتر كلوك وايز. بالنهاية أنا شو باخد قراءة بوزيشن. شو يعني قراءة بوزيشن؟ يعني مبين أنا عندي هون المسنن أنا عندي هون مبين إنه كم سن، وبالتالي for one revolution بيبين عندي كم pulse لازم تكون عندي فحسب الأسنان عندي. فإذا كان 360 سن، طبعا لما بحكي على سن بحكي على السن والفراغ اللي جنبه، السن والفراغ اللي جنبه. إذا كان مثلا طبعا أنا بحكي 360 سن، يعني it's a huge number صراحة بالنسبة لأجزاء ميكانيكية بهذا الشكل. فلنفرض أنه بش 360 نحكي 36 معناته أنا عندي كل 10 درجات في سن، معناته السن بغطي 5 درجات والفراغ تبعه بيغطي 5 درجات. هاي محصلته 10 درجات اضرب في 36 هاي 360 درجة. فأنا بعرف انه والله لو اخذت 10 بلصات على 10 درجات، هاي انا بحكي على قديش؟ 100 درجة. فبتكون الإزاحة الزاوية 100 درجة. طبعا السيجنال هاي بتجين على شكل بلسات، طبعا في واحد وفي اثنين اللي هي البوزيشن سنسور مع الريفرنس، بتروح على ديكودر بحولها لصيغة اخرى، الصيغة الاخرى هاي بتروح على كاونتر، وبعدين ايش بتروح على كنترولر. هذه طبعا المفروض انها تكون كلها جزء لا يتجزأ مما هو بداخل الكنترولر. ببساطة بدخله على الديجيتال انبوت مباشرة وبحط كود، والكود هذا على طول بيعمل لي عد، بتحط لك كاونتر داخلي وانتهى الموضوع. طبعا هاي قد تكون طريقة تقليدية نحط كل العناصر هاي في الخارج، بس باي ديفولت بتكون داخلية او انت بتطبقها وبتنفذها عن طريق كود. طبعا الان بدنا نعرف شو الفرق بين الاثنين. هلا بحكي لك advantage of absolute encoder هو انه الاوتبوت is in straightforward digital form and like a potentiometer always gives the absolute position. شو يعني؟ يعني هلا على سبيل المثال انا عملت ازاحة مقدارها 10 درجات والابسوليوت انكودر اعطاني باينري كود يوافق العشر درجات الازاحة. الان لو طفيت الكهرباء ورديت شغلت الكهرباء من اول وجديد رح يعطيني نفس الكود تبع العشر درجات، فرح يحفظ الازاحة السابقة اللي صارت في المنظومة او في الماتور. على خلاف الانكريمنتال انكودر باجي بعمل 10 درجات بروح بعدل لي 10 بلصات على سبيل المثال اللي هي موافقة ل 10 درجات، بعدين ايش؟ بعدين بخزن لي اياهم 10 درجات. اذا راحت الكهرباء ورديت شغلتها راح تلاقيه بده يبلش من الصفر. الان طب وين انت كنت؟ قديش كان ازاحة سابقة؟ ولا راح يعرف اشي نهائيا.
عرفتوا كيف؟ فهي الإزاحة بالإنكريمنتال هي ريلاتيف بوزيشن، بينما الأبسوليوت بالأبسوليوت إنكودر هي الأكشوال ديسبليسمنت. أوكي؟ فهون بحكي لك الديس أدفانتج للأبسوليوت إنكودر هو إنه ريلاتيفلي إكسبنسيف، طبعاً لأنه التصنيع تبعه بده يكون شوي مكلف بالمقارنة مع انك تسوي انكريمنتال انكودر. انكريمنتال انكودر بتقدر تسوي انت لحالك في البيت، بتجيب كرتونه وبتقصقصها وبتجيب فوتو سيل وبتجيب مصدر للضوء زي الليد وبتربطه على الشافت وسلامتك، والبلسز بتوديها وين؟ بتوديها على الكنترولر تبعك، كفى الله المؤمن القتال. الابسوليوت انكودر ممكن تسويه في البيت بس رح تاخذ منك جهد اكثر. طبعا لما نيجي نحكي على المستوى الصناعي عمليه التصنيع بتكون مور اكسبنسيف لما نيجي نحكي على الابسوليوت انكودر، خاصه انه ممكن يكون في دائره الكترونيه صغيره اسوشيتد وذ ات، بالمقارنه مع الانكريمنتال مش مضطر تحط اي دوائر الكترونيه بتكون مصاحبه. طبعا الابسوليوت انكودر لما بتروح تيجي سعره انت بالسوق بتلاقيه مثلا الحبه 200 دينار، بالمقابل الانكودر بتلاقيه بجوز لنفس الريزوليوشن والدقه بتلاقيه يمكن 50 60 دينار حسب النوع. هذا كمثال بسيط. اوكي، طبعا في عندي مشكلة إذا كان الأبسوليوت أوبتيكال إنكودر is not properly aligned، يعني الإضاءة مش بتجاي على السيكتورز بشكل دقيق والتراكس، لأنه أنا مثلا عندي 10 تراك لازم يكون عندي 10 مصادر للضوء، على خلاف الإنكريمنتال إنكودر قد ما يكون الريزوليوشن عالي بكون عندي مصدر ضوء واحد، فأنا عندي 10 تراك بدي 10 مصادر للضوء وبدي 10 ريسيفر للضوء، فإذا ما كانوش aligned كويس ممكن تصير عندي أخطاء بالقراءة، فلازم يكون التصنيع دقيق جدا. هذا فيما يتعلق بالروتري انكودر. نيجي لموضوع ال LVDT اللي هو اختصار ل Linear Variable Differential Transformer. طبعا المسمى تبعه جاي من التركيب والشغل تبعه، يعني لما نيجي نحكي احنا ترانسفورمر هو فعلا حساس ترانسفورمر. عندي لينير نعم بتحرك بشكل خطي، variable معناته في عندي قراءات تتغير حسب الإزاحة، differential معناته بياخد الفرق بين شغلتين. والآن رح نشوف التفصيل الداخلي تبعه على أساس نفهم كيف بيشتغل. طبعا linear variable differential transformer اللي هو LVDT هو high resolution position sensor. بدنا نميز ما بين موضوع resolution وموضوع accuracy. resolution اللي هي أقل وحدة او اقل قراءة انا بقدر اقرأها، يعني اذا انا بحكي مثلا انا عندي حساس بقرالي من 0 لـ 10 سنتي، اديش الريزوليوشن تبعه؟ بتقول 1 ميلي. شو يعني 1 ميلي؟ يعني اقل قراءة بقدر اقرأها 1 ميلي، فالواحد ميلي هي ريزوليوشن. بجيب حساس تاني باجي بقول لا يا عمي ريزوليوشن 1 سنتي. شو يعني؟ يعني اقل قراءة بقدر يقرأها 1 سنتي. هل بقدر يقرأ نص سنتي؟ لا يستطيع. بينما الحساس الثاني الريزوليوشن تبعه 1 ميلي، يعني نعم يستطيع يقرأ نص سنتي اللي هي 5 ميلي. فهذا المقصود بالريزوليوشن. المقصود بالاكيوريسي هل هو فعلا بقرأ نص سنتي ولا بقرأ نص سنتي وشحطة او نص سنتي الا؟ هون دخلنا بموضوع ايش؟ موضوع الاكيوريسي. فالمهم ال LVDT هو High Resolution Position Sensor، الاوتبوت تبعه عبارة عن AC فولتج. كل اللي ذكرناه في السابق يا اما بتكون انالوج سيجنال دي سي او بتكون ايش كبوتنشيوميتر او بتكون ان ديجيتال فورم بلسات، بس ال LVDT هون كبوزيشن سنسور لا بيعطيني AC فولتج with a magnitude proportional to linear position، يعني القيمة تاعت البيك فاليو تبعته تتناسب طرديا مع الازاحة الخطية اللي انا عملتها. It has a relatively short range، عادة الرينج تبعه صغير مش كبير، 2 inch. 2 inch يعني بتحكي انت عن 4 سنتي و8 بالعشرة، 4 سنتي و8 بالعشرة 2 inch. اكثر من هيك ما بلاقيش ال VDT. بدي مسافات اطول، يا اما بحط حساس اخر زي linear potentiometer ممكن يعطيني ازاحات اكبر بس بالمقابل accuracy بتكونش بنفس الدقة والresolution، او انه ال LVDT نفسه بحطه ضمن ميكانيزم بحيث انه تعمل لي امبليفيكيشن للازاحة، انه كل خليني احكي 10 سنتي تكافئ مثلا 1 سنتي على ال LVDT. المهم you need to think about some خليني احكي ميكانيزم تربطها مع ال LVDT والآلية اللي عندك. طبعا it has the advantage of no sliding contacts، فيش عندي ملامسات بلمسوا مع بعض وبتزحلقوا على بعض. طبعا هو قصده على مين؟ قصده على البوتنشيوميتر.
الآن اليونت اللي هي الـ VDT consists of three windings، فيها ثلاث ملفات، وفي عندي الآيرون كور متحرك. احنا حكينا شو اسمه الـ LVDT، هو بالنهاية محول، والمحول بده يكون في آيرون كور، بده يكون في برايمر، وبده يكون في سكندري. طب هون أنا عندي مدام محول، لويش هذا الملف الثالث؟ هلا بس نجيكم بالصورة بتشوفوا لإيش المحول الثالث. طبعا السنتر وايندينج أو سميه البرايمري بتم وصله لأي سي ريفرنس فولتج، والأوتر تو وايندينجز بنسميهم السكندرز. إذا في عندي ملفين سكندر واحد برايمري are wired to be out of phase، عادة بتم لفهم. يعني كيف أنت بتلف الملف مع عقارب الساعة، أو بتلف الملف عكس عقارب الساعة على الكور نفسه، اوكي؟ فاذا لفيتهم متعاكسات بكون اوت اوف فيز بقيمه 100 بفيز شيفت مقداره 180 with each other and are connected in series، بتم وصلهم على التوالي. طبعا هلا بفرجيكم الرسمه التوضيحيه بتوضح بالضبط كيف الاليه. هاي الصوره بتوضح الاستراكشر الداخلي لل VDT. زي ما احنا ملاحظين في عندي ثلاث ملفات، الملف الاوسط بكون موصل مع مصدر جهد، وفي عندي ملفين سكندريات موصولات على التوالي ملفوفات بطريقة معكوسة. يعني لاحظ طريقة اللف هون ولاحظ طريقة اللف هون، راح تلاقيهم ملفوفات بطريقة معكوسة عشان يكون في عندي فيس شيفت مقداره 180. وطبعا مبدأ العمل زي مبدأ عمل المحول العادي. المحول العادي انا بسحب تيار متردد من مصدر الجهد خلال ملفات، بتشكل مجال مغناطيسي متردد بروح يمين وشمال، بيعمل لي اندكشن في الملف السكندري الاول وملف السكندري الثاني حسب قانون فاردي اللي بينص على ناقص ان دي فا على دي تي، اللي هو ناقص عدد اللفات في الملف مضروب بالتغير تبع المجال المغناطيسي خلال فترة خلال الزمن. فالقيمة هون بتطلع انديوس. بس لاحظ انا عندي الكور الداخلي هان المظلل بروح يمنة وبروح يسرى، فبج دائما بكون ملف السكندري جاي على هذا الايرون كور. لاحظ انه الايرون كور وظيفته بالاساس هو تكثيف خطوط المجال. لما خطوط المجال تتكثف بكونش في عندي ليكج عالي، فالاندكشن بكون ماله عالي جدا. وبالتالي شو بنفهم من هذا الحكي؟ بنفهم لما يكون الكور كلياته تحت السكندري بتكون قيمة الجهد المحدث في أعلى قيمة إلها، لكن لما الكور هذا يبتعد عن الملف السكندري شو اللي بصير عندي؟ بصير إنه قيمة الانديوز فولتج بتقل لأدنى مستوياتها. طبعا إذا كان جزء منه فبتكون القيمة بينه. فاللي صاير هون إنه الكور مش مغطي التو سكندريز. بتلاحظ إنه الكور مغطي جزء من السكندري الأول وجزء من السكندري الثاني. إذا بدي أغطيه الجزء السكندري الأول بدي أزيح الكور لليسار بشكل أكبر، بدي يكون على حساب التغطية هون في السكندري 2 والعكس صحيح. الآن هاي رسمة اللي على اليمين، هي رسمة عامة بتبين لك كيف الشكل العام. طبعا أنا عندي هاي الرسمة اللي موجودة هون بتبين لك كيف الكور بوزيشن. الكور بوزيشن في منطقة الصفر يعني بكون بالنص، الشيرينج هون يمين وشمال نفس الاشي. لاحظ لو أنا عندي البوزيشن وديته على اليمين، بنلاحظ انه قيمة الجهد الابسوليوت راح تكون the same سواء رحنا يمين او شمال. بس شو اللي حيفرق معاي؟ الفيس شيفت. الفيس شيفت اذا رحت على اليمين حيكون 0 والفيس شيفت حيكون 180. واحد بقول لي فيس شيفت بين ايش وايش؟ انا باجي بقول له الفيس شيفت بين البرايمري وبين السكندري، بين البرايمري وبين السكندري، لانه حتفرق معاي. الان بوضح لكم الفكرة على اساس تعرفوها. الان لاحظوا هون، إذا كان أنا عندي هاي الـ V1، هذا شايفين الـ V1 الحالة الوسطى، والـ V2 شو بده يكون؟ الـ VNET صفر. يعني هلا أنا عندي البرايمر بيعطيني variable magnetic field بيأثر على التو secondaries بشكل مستمر، ما فيش عليه أي تغيير. إذا كان أنا عندي هذا الكور جاي في منطقة الوسط بالضبط، فالإنديوز فولتج على الـ V1 راح تكون بنفس قيمة الإنديوز فولتج على ملف السكندري الثاني. ولكن شو بنلاحظ؟ بنلاحظ انه في فيز شيفت مقداره 180. طبعا شو الفكره من انه نسويهم احنا على التوالي؟ انه يصير في جمع للجهود، كانك حاطط تو باور سبلايز على التوالي وبدك تشوف الناتج. فلاحظ كون الاثنين زي بعض بفيز شيفت 180 لغوا بعض، فالناتج شو بده يكون؟ بده يكون صفر. الفي نت، الفي نت طبعا هاي اللي طالعه على اوتبوت. فاحنا بنكون وين؟ بنكون هون في منطقه الصفر. اذا زحنا الكور على اليمين شوي
بنلاحظ ايش؟ بنلاحظ انه قيمه الانديوس فولتج على في واحد صغيره، وقيمه الفي انديوس على السكندري الثاني بتكون اعلى. اجمع الاثنين مع بعض بيطلع الناتج ايش؟ بنفس الفيز تبع في 2. اذا رحنا على الشمال بيطلع الناتج بنفس الفيز شيفت تبع ايش؟ الفي 1. اذا لاحظ انا بتطلع عندي قيم اذا كان الكور في غير منطقه الوسط، ولكن كيف بدي اعرف انه راح يمين او راح شمال او راح فوق او راح تحت؟ من خلال الفيز شيفت، هو اللي بيحكي لي انا طالع فوق او تحت بالنسبه لنقطه الصفر او الموقع تبع الصفر. اذا رسمنا هاي الرسمه على شكل العلاقه ما بين الامبليتيود، لاحظ هون ماخذ الماجنيتيود، لانه ممكن يكون انا عندي الفيز شيفت مختلف بس الماجنيتيود راح يكون ثابت، الاثنين بيطلعوا للموجب. الفيز شيفت بكون صفر والفيز شيفت بكون 180، يعني انا قاعد بطلع على اليمين او بروح على الشمال او بطلع فوق او بروح تحت. هذا مبدا عمله بشكل عام، بيعطيني AC signal. لا أستطيع أن أحدد مقدار الإزاحة إلا من خلال إيش؟ من خلال قراءتي للأمبليتيود. لاحظ كل ما أنا رحت على اليمين الأمبليتيود ماله بده يعلى. طبعا كيف بدي أعرف أنه رحت على اليمين؟ من خلال الفيز شيفت صفر. كيف بدي أعرف على الشمال؟ أنه رحت شمال الفيز شيفت 180. كل ما رحت على الشمال وعملت إزاحة أكبر الماجنيتيود ماله بده يزيد. بهاي الطريقة أستطيع أني أقرأ الإزاحة بدقة عالية جدا وبرزوليوشن عالي جدا. طبعا هذا السلايد والسلايد اللي بعده بشرح لي عن آلية العمل اللي أنا قبل شوي حكيت لكم إياها. السلايد الأخير هذا بحكي لكم أنه كيف الدائرة الداخلية اللي أنا بدي أتعامل معها على أساس أني أستطيع أني أخذ قراءة وأوديها على الكنترولر. طبعا ما أتوقعش في أنا عندي أي كنترولر يستطيع أنه handling السيجنالز اللي جاية أنا عندي من الـ LVDT، فلازم يكون في عندي انترفيس خارج أو دائرة إلكترونية خارجية بالنهاية بدها تعطيني إيش؟ بدها تعطيني DC output. طبعا هو معطيني موجب وسالب على اعتبار انه انا في عندي فيس شيفت صفر فيس شيفت 180، بس بقدر احط كمان دائرة كهربائية ثانية تحول لي الموجب سالب دي سي لدي سي موجب بشكل دائم. في بعض الدوائر ان شاء الله يكون عندنا وقت نحاول نشرح لكم اياها، بتحول مثلا اذا كانت الاشارة عندي ناقص 10 فولت دي سي انا بقدر احولها لصفر 10 او بقدر احولها لصفر 5، فالكنترولر في هاي الحالة يستطيع انه يقرأ بين الصفر والخمسة. طبعا الكنترولرز لا يستطيع ان يقرأ نيجاتيف سيجنال، واذا قرأها بكون في دائرة داخلية بتعمل هذا التحويل. فهاي دائرة طبعا مش مطالبين تحفظوها انتو، بس تطلعوا عليها، لانه هاي عادة الدائرة بتكون ضمن الترانسديوسر. يعني انا لو بدي اشتري الترانسديوسر، الترانسديوسر بكون اللي هو السنسور زائد الدائرة اللي بتعمل لي كونفيرجن اللي احنا شايفينها هون، تتضمن عناصر مختلفة. التنتين هذول بنسميهم ترانسديوسر، هذا لحاله بنسميه سنسور. لاحظ مبدأ القراءة يعتمد على شغلتين، يعتمد على الماجنيتيود عشان أعرف مقدار الإزاحة، ويعتمد على الفيز شيفت عشان أعرف اتجاه الإزاحة، هل هي بالموجب بالسالب يمين شمال فوق أو تحت.